عدد سكان اليابان في انخفاض غير مسبوق. العديد من المجتمعات المحلية بالبلاد تحاول جاهدة لإيجاد حلول ملموسة لوقف أزمة اليابان الديموغرافية. الحكومة اليابانية بدورها تكثف التدابير لزيادة معدل المواليد المنخفض للغاية. تراجع عدد سكان اليابان في جميع مقاطعات البلاد، في حين وصل عدد سكانها من الأجانب إلى مستوى مرتفع جديد، بلغ 3 ملايين شخص في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي بلغ آنذاك 122 مليون نسمة فاصلة 4. هو تراجع للعام 14 على التوالي بحسب إحصاءات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. ولوقف هذه الأزمة تعهدت الحكومة اليابانية بتعزيز الدعم المالي للعائلات ومضاعفة إنفاقها على البرامج المتعلقة بالأطفال.